فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الشرك والكفر؟ وهل كل كفر شرك؟ نعم، ما الفرق بين الشرك والكفر؟ وهل كل كفر يعد شركا؟ الكفر أعم، قد يكون مشركا، قد يكون كافرا جاحدا للخالق، ملحد لا يعترف بالخالق. أما المشرك فإنه يعترف بالخالق، يقر بتوحيد الربوبية، لكنه يشرك في توحيد الألوهية. أما الكافر فإنه لا يقر بهذا ولا هذا. نعم.